الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه غدا لفيينا لعقد مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز. الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات التنموية ويتفقد شقق مشروع المحروسة واحد بمدينة السلام بعد افتتاحها. غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. السابعة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد مباحثات على مستوى القمة مع مستشارها سيباستيان كورتز، والذي يشارك في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وأفريقيا. ويشهد جدول زيارة الرئيس السيسي نشاطا مكثفا، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع مستشار النمسا يبحثان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية. من جانب آخر، بعث الرئيس السيسي برقية تعزية في وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ويلد جيورجيوس الذي وافته المنية صباح اليوم، وأعرب سيادته عن خالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب الإثيوبي الشقيق. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح مشروع المحروسة واحد بمدينة السلام، كما تفقد الشقق السكنية المخصصة للمستفيدين من خطة تطوير العشوائيات الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، كما افتتح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية، والتي تخدم قطاعا كبيرا من المدن وتعمل على تحويل مياه الصرف الصحي بها لمياه تستخدم في ري مساحات كبرى من الأراضي الزراعية. وافتتح الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس مشروعين للإسكان الاجتماعي في مدن بدر وأبورديس بمحافظة جنوب سيناء والعاشر من رمضان بالشرقية وأكتوبر الجديدة، إلى جانب محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة. نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية قافلة طبية بمختلف التخصصات، تم خلالها توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بدائرة المنتزه ثاني. كما نظم الحزب حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بمستشفى الأحرار بمدينة بلبيس بالشرقية وبميدان المحطة دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس. وفي المنوفية نظم الحزب احتفالية بإحدى القاعات بمدينة شبين الكوم بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء الحزب لافتتاح المقر الجديد بالمدينة. وقام الحزب بإطلاق منفذ لبيع اللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة في مدينة طهطا ولمدة شهر في محافظة سوهاج، كما قام بتنظيم ندوة إرشادية للمزارعين حول مشكلات المزارعين واستصلاح الأراضي بقرية أسمنت بمركز نقادة بمحافظة قنا. بدأت فعاليات التدريب المشترك السنوي بين طلاب كلية الشرطة والكليات الحربية هذا العام تبادلا بمقر كلية الشرطة والكليات الحربية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. في ضوء التعاون المشترك بين رجال الشرطة والقوات المسلحة لتأمين البلاد ومواجهة كل ما يشكل خطرا على أمنها واستقرارها، فقد نفذ تدريب مشترك بين طلاب كلية الشرطة والكلية الحربية لتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية ورفع الكفاءة البدنية والقتالية. التدريب تضمن بيانا عمليا مشتركا في ميادين التدريب المتطورة بالأكاديمية قام به الطلبة، أوضح مدى ما وصلوا إليه من مستوى عالي من التوافق والتفاهم في تنفيذ سيناريوهات تحاكي الواقع الأمني بعمل إغارات متنوعة على مبنى تكتيكي مستحدث وقرية عشوائية مستحدثة واقتحام مغارات بمنطقة جبلية مع إنزال بالحبال من المباني وأعلى المدرعات وكيفية عمل مجموعات الحصار مع عمليات إحكام فنون الاستطلاع وأساليب الإخفاء والتمويه في بيئات متنوعة في ظل وجود قوات دعم.
ويسهم هذا التدريب في تأكيد التلاحم بين جناحي أمن هذه الأمة، ما يحصنها ضد التحديات والأخطار في ظل الأداء المتميز الذي ظهر به طلبة الكليتين. وقد قامت القيادات من الكليتين بتكريم النماذج المتميزة من الطلاب المشاركة في التدريب المشترك والمشرفين عليهم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غد طقس مائل للدفء شمالا معتدل على الوجه البحري، والقاهرة دافئ على بقية الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا. وأشار خبراء الأرصاد إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية. كان هذا موجز السابعة مساء من تلفزيون النهار. أشكر لكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.